الشعب كاملة بأنها سيئة، معناتها أنت عم تضعها بمثابة العدو، ما راح تصير خليفة. راح أنت خليتها كلها تصير كتلة واحدة ضدك. فليس من الحصافة وليس من السياسة وليس من الخلق أن نفعل هذا الشيء. ما بدي أطول عليكم كثير، أنا حبيت بس أشكركم وأشكر الوجوه الطيبة اللي شفناها اليوم. إحنا مثل الشجرة انقطعت جذورها وبدأت بعد الثورة تمر جذور جديدة الحمد لله. بدأنا ما نعرف أهل بلدنا، وبدأوا يتعرفوا علينا، بدأوا ما يعني أنا بضحك هلا عم يكرمونا الإخوان جزاهم الله خير. أول كانوا يهربوا منا. أنا حاضر جلسات لما أدخل على الجلسة الشباب يطلعوا. وأنا ما بلومهم طبعا لأنه كان شبهة يعني أنا تهمة تصير على قدمي في هذاك الوقت. وهون كان طبيعي في الإمارات بعضهم لما ندخل يطلع. الحمد لله الذي خلقها، والحمد لله الذي جعل الثوار في برود لهم الكلب العليا في سوريا، واصبحنا نهدد ازلام النظام. اصبح هم صار في توازن قوى، ما عاد يقدروا يهددوا منا، ما عاد يقدروا ينزلوا راسنا بعد ما عاد ينزلوا راسنا خلاص ان شاء الله. جزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله دائما الرمي دائمه، وجزاكم الله كل خير، شكرا.